مساء الخير عليكم. حلقة تانية، الحلقة التانية من برنامج قعدة بلدي. يا رب يكون الفكرة عجباكم. طبعا أنا شايفة إن في إقبال جدا على القعدة البلدي بتاعتنا. بقول لجمهور وشعب مصر كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان، وإن شاء الله تكون السنة دي تكون يعني أحسن من اللي فاتت بإذن الله تعالى. يا جماعة مصر محروسة، صدقوني هي فترة وهتعدي، وإحنا من برنامجنا بنحاول نوصل للناس الضحكة الحلوة والابتسامة، بحاول أشيل عنهم اللي إحنا فيه يعني، وإن شاء الله خير. طبعا معانا ومعاكم النهاردة ضيفنا الجميل اللي الناس كلها بتحبه، وأنا عارفة، سعيد أبو زيد. ميرسي إزيك يا ليكي. سعيد؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ عامل إيه يا احلى حبيبي؟ لحاب في الدنيا، انا بحبك وبحب البرنامج بتاعك، وبجد اللوك اللي انت عاملاه النهارده يعني حاجه مختلفه ولذيذه، يعني غريبه علينا شويه، مش غريبه علينا شخصيا، غريبه علينا كلنا، ايه بس رأيك جميل في قوي. الفكرة؟ لا الفكره تحفه بصراحه، عجباني بجد جدا جدا فوق ما تتخيلي. طبعا احنا مش عارفين اصلا كنفرش كفرش استوديو، بس بنحاول بنعمل بقدر الامكان، وانا حبيت ان انا اعمل الفكرة دي ان هي غريبة، مش عايزة حاجة تبقى تقليدية، بس انا حابة رأيك. طبعا هي الفكره مش على قد ما هي مش يعني مش غريبه، لكن هي البساطه حلوه، يعني انا طبعا دايما بحب اتفرج على البساطه، احب اشوف دايما الناس بتاعت زمان اللي هي بتقعد كده بالجلابيه بقى عادي ومرحرحه والكلام ده. فبجد يا رحاب انت اخترتي لوك ليكي شخصيا، وانت زي القمر الله اكبر، ربنا فبتليقي في يخليك يا اي صديقي حاجه. حبيبي يا سعيد. فالنهارده يعني لا انا شايف لوك مختلف، شايف النهارده رحاب في توب جديد لبرنامج جديد، بصراحه انا مش قادر اقول غير ان البرنامج ان شاء الله يكون ناجح وان شاء الله يكون في السماء باذن يا الله. رب يا حبيبي ان شاء ميرسي الله، ليكي احنا يا حياتي. بنحاول والله بنوصل للناس حاجة تخرج من اللي هي فيه. مظبوط الناس تعبانة جدا طبعا ومخنوقة، طبعا وانا بحاول بقى ايه ان انا اكسر القاعدة دي، مظبوط، نعيش اللي هي الايه يعني حالة الملل دي، لا مش عايزين نكسرها نعيشها، نكسرها بمعنى بالظبط. أصح. مظبوط. كلمنا انت هتقدم ايه لجمهورنا. طبعا انت الله اكبر عليك، متالق ميرسي ليكي، بصراحه، ميرسي ليكي وانا يا حبيبتي، تسلميلي، انا واحده من الناس انا بحب صوتك جدا، ميرسي ليكي يا قلبي، يا رب تسلميلي. فقول لي بقى انت عايز تقدم ايه. بصوا يعني هو احنا عندنا اغاني كتير قوي، بس انا دايما بحب شويه ان انا اميل للقديم شويه، وهنقول حاجه دلوقتي النهارده بمناسبه طبعا قعده بلدي ورحاب ايوه النهارده الجميله باللوك الجميل ده. حبيبي هنقول الحلوه دي قامت تعجن في البدريه، الله الله، يلا بينا. يلا بينا. فتح يا عليم والجيب ما فيهش ولا مليم، صباح الصباح فتح يا عليم والجيب ما فيهش ولا مليم، بس المزاج رايق وسليم، باب الامل بابك يا رحيم، الصبر طيب عال، ما تبص على رحال طبعا. يعني هقول لك ايه، احنا بنحاول نرجع، مفيش احلى من الاغاني القديمه طبعا. سعيد قول لي رايك ايه في الـ يعني الغنى بتاعت الايام دي، انت كمطرب طبعا انت مطرب وملحن،
تمام. هل الاغاني القديمه والتراث القديم ولا حاليا اللي احنا فيه المهرجانات والكلام ده؟ لا، هو الغنى القديم ده حاجه، والغنى اللي موجود برضو دلوقتي حاليا حاجه، والمهرجانات دي شيء تاني خالص، يعني مش هنتكلم عنه. تمام. لان احنا هنتكلم عن الفن، طالما اتكلمنا عن الفن يبقى نتكلم في الماضي والحاضر، لكن موضوع المهرجانات بلاش نتكلم عن الموضوع ده خالص. انا عارفه رايك طبعا. انا دايما بحب الفن من وانا صغير، الحمد لله بحب ان انا اغني، بحب ان انا قالوا لي صوتك حلو جدا غني اطلع، الحمد لله قدمت عملت كليبات الكلام ده كله. نيجي نتكلم عن موضوع الاغاني في الزمن القديم والاغاني في الزمن الحاضر. زمان كنا بنسمع المزيكا بالبساطه بتاعتها، يعني بشكلها، ام كلثوم، عبد الحليم، فريد، كان ليها رونق، كان الناس يعني زمان كانت بسيطه، حتى كان اللحن زمان كان بسيط، كان سلس، بيأثر في الوجدان وبيأثر في النفوس وبيأثر في قلبنا وبيخش اللحن في قلبي بسرعه. صح. النهارده مع الزمن، عشان انا ما اظلمش او ما اظلمش الجيل بتاعي او الجيل اللي قبل مني، الغنوه دلوقتي بقت سريعه. يعني حتى اللحن كمان بقى لحن، عباره عن الاغنيه دلوقتي بقت مذهب وكوبليه. فالغنوه النهارده بقت سريعه. ما نقدرش نقول ان كل الاغاني وحشه، لا طبعا، احنا عندنا عظماء عظماء يا رحاب، خلي بالك، عايز اقول لك من ده، عندنا مدحت صالح مش هننسى، عندنا الاستاذ علي الحجار طبعا بصرف النظر، طبعا استاذي مدحت صالح، استاذي علي الحجار، اساتذتنا كلهم، احمد ابراهيم، كل المطربين، محمد الحلو وغيره وغيره وغيره. طبعا احنا معانا مكالمه من المانيا. الو. ايوه استاذ ناجي. الو استاذ رحاب، اهلا بيك. ايوه يا ريت تعلي صوتك شويه استاذ ناجي. طيب نكمل كلامنا وعبال ما يرجع الخط تاني. تمام. احنا دلوقتي بنقول ان احنا عايزين نعمل، مش هنعمل غنوه انها تعادل الاغاني بتاعه زمان، لكن عايزين نمشي على نفس السياق بتاع زمان. الغنوه نفسها، يعني بص يا رحاب، هقول لك على حاجه من الاخر، الغنوه دي ما هي الا عباره عن نص ولحن بيدخل القلب. اذا ما كانش الكلام كويس واذا ما كانش اللحن كويس عمره ما هيدخل القلب. صح، مظبوط. بالتالي ان احنا بالتراث القديم، عبد الحليم او ام كلثوم، لغايه وقتنا هذا احنا بنحبهم وبنحافظينهم وبنميل ليهم. بالزبط. للاغاني القديمه. بالظبط. عايز اقول لكل المطربين جيلي ومطربين العظماء برضو اللي قبل مني برضو او اللي جايين بعد مننا ان شاء الله باذن الله، حاولوا ان انتوا تحافظوا على الفكره دي. حاول تحافظ على الكلمه اولا. حاول تحافظ على اللحن اللي يخطف، اللحن اللي يدخل القلب، البساطه. مش شرط ان انا اعمل حاجه مقفوره قوي، لا ممكن اعمل حاجه بسيطه، بس المهم ان هي تدخل القلوب. عبد الحليم حافظ ما كانش صوت قوي، لكن كان مطرب متميز جدا، وبيعرف يختار كويس، وبيعرف يختار الالحان، يعرف يختار الكلمات، يعرف يخلي ازاي الناس تحبه بغناه وبشكله وكاركتره. طبعا طبعا اكيد. الالات، هل الالات بتاعت زمان اختلفت عن دلوقتي؟ لا، هي مع تطوير. يعني زمان مثلا كان في حاجه عباره عن التخت الشرقي. التخت الشرقي ده مثلا كان بيبقى عباره عن مثلا عود، كان بيبقى عباره عن قانون، كان بيبقى عباره عن الدف، يعني الحاجات اللي هي الالات البسيطه دي، التشيل والحاجات، الكمانجات، الحاجات دي. زاد طبعا بقى تطور عليها النهارده. النهارده انا بلعب، زاد بقى طبعا في الريف الارتام، زاد عندي الدرامز، زاد طبعا زياده، في عندي حاجات كتيره. كل مع كل مراحل الزمن بيحصل فيه تطورات في في المزيك، مش في المزيكا بس، في كل حاجه. أكيد. فالالات الموسيقيه بالفعل فيه فعلا تطورات كتير جدا حصلت فيها. طيب المداخله. الو. ايوه الو. ايوه يا استاذ ناجي. مساء الخير، ازيكم، اخباركم ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. المانيا ايه على حسك؟ كله زي الفل والله. ما بتسمعوش الاخبار؟ يعني مش كل الاخبار صح. الحاله عندنا جميله جدا دايما يا رب، والامور اتحسنت وكله زي الفل. عقبال مصر، ادعي لنا بقى دعواتك معانا. ده احنا بندعي لمصر، ده الوطن غالي وتراب الوطن غالي. حبيبي يا استاذ ناجي، حبيبي، انا عايزك بقى يتكلم. تقول، انا عايزك تقول الرساله بتاعتك على الهوا كده. اوكي، الرساله بتاعتي ان طبعا عندنا ثروه من التراث الفني بتاعنا، واخد بالك، وللاسف الاجانب بيهاجمونا احنا هنا كمصريين بالنسبه للرقص الشرقي. انا عارف ان المجتمع عندنا، واخد بالك، بينظروا للرقص الشرقي نظره خاصه، انما هو بالنسبه للخارج، يعني انا عندي البنت 14 سنه النهارده بتدرب، لان ما فيش مصريات نهائي في اوروبا. انا شفتها بصراحه، هي ممتازه بامانه، يعني ما شاء الله عليها.
برافو عليك. هنا بقى بيبصوا للناحية دي انها ارت يعني فن، مش زي عندنا مجتمعنا او كده. فانا بتمنى ان من عند يعني يكون في تشجيع شوية للفنانات المصريات ان هم يطلعوا بره، وده شيء يشرفنا طبعا، لان الناس دول حتى بيزيفهم التراث بتاعنا. يعني احنا هنا في حرب الوقت، بكلمك بامان واخد بال حضرتك؟ أيوة. بس هي دي النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها. طبعا يعني اللي بيكون مصري وعايش بره بيغير على بلده، بيغير على التراث بتاع بلده، بيبقى احساس تاني خالص. والله طبعا شعور جميل. وطبعا انا مش عارفه اقول لك ايه، المصريين يا جماعه طبعا معروفين، احنا التراث بتاعنا والشعب المصري، وكل واحد عنده مهنه معينه، مش بمعنى ان هي راس شرقي ان هي عملت حاجه وحشه، لا طبعا. طبعا يا استاذ فن ناجي، انت كنت طالب مدربه مصريه. مدربه مصريه تكون عندها درايه بالارتام، لان انا اساسا من فرقه الاستاذ محمود رضا وفرقه الدهليه للفنون الشعبيه، فكان المدرب او المدربه بتنطق الريتم مع الحركه، هو ده الشغل اللي يكون صح. اما الوقت في بره سيديهات ولا يعلموا شيء ولا يفقهوا شيء عن تراثنا الفني وكل العمليه بيزنس، وانما لما بتكون انسانه مصريه فاهمه الشغل، طبعا هنثبت للناس دول وجودنا، ان احنا المصريين اهو موجودين، اهو تراثنا اهو، صح. انا بحترم مفيش طبعا تزوير. رايك، انا بحترم رايك جدا يا استاذ ناجي، ربنا يخليك، حبيبي ربنا تسلمني، يخليك. وان شاء الله الرساله تكون وصلت. وطبعا من عن برنامجنا ان شاء الله قاعده بلدي يكون فيه مدربه باذن الله، واول ما جميل هتتصل علينا هنبلغك على طول. ان شاء الله. وسلمني النقطة على نونة. الثانية يوصل، حاضر يا حبيبة قلبي. النقطة الثانية كمان ان في بعض الراقصات مثلا من اوكرانيا او من روسيا بينزلوا مصر، بيدوا لهم على اساس انها شهادة، تيجي البنت من دول اجي اكلمها تقول لي انا فايمر، رغم انها عشان تعرض على حتة مزيكا بتتدرب 6 شهور وسنة، طبعا وتقول انا فايمر عشان واخده ورقه من مصر. فانا بوجه الرساله دي برضو للناس الحلوين دول الفنانين فعلا، ياخدوا نوتس من النقطه دي. يعني انا مدي شهاده الانسان، واخده بالك، يكون كفء فعلا. ان شاء الله يكون الرساله وصلت باذن الله يا استاذ ناجي، ومرسي جدا على مداخلتك من المانيا، تحياتي لحضرتك جدا. طبعا يعني المصريين مهما الدنيا راحت ولا جت، ولا ألمانيا ولا أمريكا، لا ولا طبعا، المصري مصري. يلي بدعته الفنون عبد الوهاب قالها، احنا بلد الفن، مصر هي بلد الفن. احنا اللي اخترعنا بالفعل الفن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. ايه يا بنتي ده، وفي حد بيقطع الهوا كده، ايه التخلف ده؟ انتوا ايه اللي منزلكم البيت؟ ايه اللي منزلنا من البيت ازاي يعني؟ مش في الدنيا بتفيرسها وفي كورونا وفي حاجات ايه؟ انا عن نفسي انا لابس كمامه وانا جاي، فمش فارق معايا. لا لا بس حلوه الاغنيه اللي انت نفسي. غنيتها. ميرسي لذوقك. لا ده عايزين نغني لسه، ده هيغني لسه تاني؟ امال طب ماشي، انا قاعده معاكم. انت قاعده معانا؟ دي غلاسه. طب بقى ايه اللي انت داخله بيه ده؟ دي ولا ايه؟ لا دي انا كنت جايبه شوكليت ليه؟ ميرسي يا قلبي. لا كده مش غلاسه بقى، شوكليت بقى كده مش غلاسه. عجباني الحلقه بصراحه. طب انت ايه رايك في البرنامج بتاعنا؟ لا تحفه تحفه تحفه. يلا اطلع باغنيه يا سعيد. في حد وانت جايه عجبه الحلقه معاكي ما يجي برضه تاني؟ لا ما انا مش عارفه اللي بتخش علينا في الهوا دي، مش عارف اول مره تحصل يا جماعه. كنت قاعده زهقانه بره، فانا قلت اخش اقعد معاكوا جوه يعني وكده. اوكي كويس. طب يا جماعه هاتوا المخرج بقى معانا، وهاتوا فريق يقعد معانا كفو. يلا يا سعيد سمعنا حاجه. يلا بينا من التراث القديم نسمع تمر حنا. يلا الله بحب اعشقها. يلا بينا نكون.
جراحنا خليتي بينا وبعدتي عنا يا تمر حنا تمر حنا خليتي بينا وبعدتي عنا الورد كله كسل جناين واشمعنى انت انت اللي شاردة منا الورد كله كسل جناين واشمعنى انت انت اللي شاردة منا يا تمرح حنا يا تمرح حنا خليتي بينا وبعدتي عنا يا تمرح حنا يا تمرح حنا خليتي بينا وبعدتي عنا الورد كله كله كسل جناين واشمعنى انت انت اللي شاردة منا الورد كله كسل جناين مش معنى انت انت اللي شاردة منا يا تمر حنا يا تمر حنا يا سلام يا سلام يا ليل يا ليل بالليل بنسأل وبالنهار عشان نطمن شوق الأحبة وطال عليهم انتظار ولا فيش في قلبك ريحة المحبة كنت شمعتنا كنت نور بيتنا كنت سامرنا ونفض سامرنا الورد كله كسل جناين واشمعنى انت يا رورو اللي شاردة منا الورد كله كسل جناين واشمعنى انت انت اللي شاردة منا يا تمر حنا يا رورو يا تمر حنا طبعا انا عايز اقول لك ان خلاص فاضل 3 دقايق يا وقتنا جري بسرعه يا رحيم انا مش عارفه ايه الوقت يا عايزه اقول خلصنا انت السبب سعيد انا عايزاك انت خدت 3 دقايق منهم طبعا يا جماعه احنا كان معانا فقره تانية الاستاذ احمد طبعا كان عازف عود وكان معانا الأورج الأستاذ عبد الحليم بس طبعا اتأخروا بسبب الحظر واللي احنا فيه ده فأنا طبعا اتشرفت بيك جدا يا سعيد شرف ليا يا قلبي عشان نختم الحلقة بأغنية لست الحبايب عشان عيد الأم ماشي طبعا يا جماعة احنا من فقرة ولاد البلد من برعاية دنيا الاحتراف المذيع بتاعنا المتألق محمد عطية أي حد عايز عنده موهبة وعايز يوصلها من برنامجنا قاعدة بلدي وهنختم مع سعيدة أبو زيد هنقول بقى كده حاجة لايف عشان خاطر ده آخر الكليب ليا كان نازل في عيد الأم وطبعا ما طلعتش ولا أي حاجة عشان موضوع كورونا وهنختم على آخر دقيقة يلا بينا كل سنة وانتو طيبين يا حنينين ياللي بدعاكم بس لينا في الدنيا دي ماشيين كل سنة وانتو طيبين يا حنينين دي بدعوة منكم يرضى رب العالمين أمي اللي ياما تعبت وياما سهرت ليالي اتحملت وربت وشالت كتير مقاسي بدعي ربي ترضى عني ولو في يوم زعلت مني هروح لمين شكرا جميل سيليكم
الله الله بجد مش عارفه اقول لك ايه. انت ايه اللي انت عملته جديد بقى بدل لسه معانا نستغل كل دقيقه؟ الجديد بتاعي دلوقتي انا ما عملتش ولا اغنيه شعبي غير هي واحده بس عملتها مع محمد الليسي، ده كان تريو ما بين انا وهو وفي منتجه كانت معانا اسمها سمر الترك. الجديد بقى دلوقتي حصري من برنامج قعده بلدي من عند رحاب محمد، بقول ان انا بعمل غنوه شعبي لاول مره. الله، طب يلا سمعنا حته منها بقى ولا لا؟ ده انا لسه في البدايه. طب تسمعنا ايه تاني؟ اللي انتوا عايزينه. يلا انت شوف اللي انت عايزه. قولي ايه البت دي؟ اللي عجبني في الحلقه بصراحه بصراحه غير الشوكليت يعني رحاب وانت طبعا زي القمر. مش عارفه ادخلها ازاي. الدخله دي بجد بصراحه ما حصلتش. لا يا جماعه هنبقى ترند على فكره من النهارده. انت المفروض دخلتي هوا كده طيرت لنا يعني 10 دقايق من الحلقه. طب خلاص لو سمحتي اقعدي ساكته بقى، يلا اطلع باغنيه. يلا بينا نقول نقول ايه؟ انا ما حضرتش حاجه تانية بس نقول هناخد وقت كتير قوي. طب نقول قديم ولا جديد ولا نقول ايه بالظبط؟ لا يلا قول قديم، احنا في التراث القديم. قديم برضه زي ما احنا. طيب يلا بينا. ما تقول حاجه كده ام كلثوم. ماشي. وصفوا لي الصبر لقيته خيال وكلام في الحب، كلام في الحب يا دوب يا دوب يتقال. وصفوا لي الصبر لقيته خيال وكلام في الحب، كلام في الحب يا دوب يا دوب يتقال. أهرب من قلبي أروح على فين؟ ليالينا الحلوة في كل مكان مليناها حب احنا الاتنين، ومالينا الدنيا أمل أمل أمل. وعشان وقت الحلقه ميرسي جدا. طبعا يا جماعه النهارده بصوا كل قعده حلوه بتخلص بسرعه. الحلقه معانا انتهت، وانتظرونا ان شاء الله الاسبوع القادم من غير ما يبقى في حظر ولا اي حاجه. ادعوا لنا بقى وان شاء الله يكون معانا فنان جديد وحلقه مميزه ونيو لوك جديد باذن الله تعالى. تصبحوا على خير.